مرحبا، كيفكن؟ يا ربي دائما تكونوا بألف خير. اليوم وصفتنا يعني شغلة هيك بسيطة كتير، خيار بلبن بتتاكل جنب البرغل البندورة أو المشاوي، كتير طيبة وباردة. المكونات كتير بسيطة، عبارة عن خيار وثوم ولبن وشوية إضافات ملح ونعناع. هلا راح نفرم الخيار، فرم يعني مو شرط يكون ناعم، المهم يكون الفرم رقيق، يعني الشرايح تكون رقيقة تطلع أطيب. هون عندي مجموعة الخيارات، تقريبا 3 خيارات كبيرة. وهلا خلصنا فرم الخيار، راح نفرم 3 فصوص ثوم، فرم ناعم كمان. وهلا راح اجهز طاسة واحط فيها لبن او الزبادي، حوالي 7 معالق اكل يعني، وراح اضيف ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة نعناع يابس مطحون، وراح أضيف نص كوب مي وأخلطهم كتير كويس. خيار بلبن جنب المقلوبة كتير طيبة كمان. وهلا هيك خلطتهم، وراح اضيف الثوم المفروم والخيار. ورح نخلطهم مع بعض كتير كويس، وهيك صار الخيار بلبن جاهز. يعني الدقايق بنعمل مو صعب ابدا. وشكرا كتير للمتابعة، ان شاء الله الف صحة وهنا يا رب.